طيب نروح لنجمنا محمد ياسر عبر زوم علشان نشوف فترة التألق بتاعته وأخباره إيه. ازيك يا محمد وطمنا عليك. مساء الخير يا كابتن أسامة، أخبار حضرتك إيه؟ كله زي الفل. أولا مبروك على التألق، ما شاء الله كل مباراة دلوقتي بتسجل، بتدخل التشكيل الأفضل في الدوري التشيكي، وحاجة جميلة جدا. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يبارك فيك، كل توفيق من ربنا أول حاجة. قول لي سر التألق ايه، خاصة الفترة الأخيرة دي يا محمد؟ والله يا كابتن أنا كنت محتاج بس فرصة، محتاج فرصة إن أنا أثبت نفسي، إن الناس تتفرج عليا. وكان دافع ليا إن أنا أقدم مستوى كويس، إن أنا ممكن أروح المنتخب فيها، بس نصيبي نصيبي كده الحمد لله. أتمنى التوفيق لكل اللعيبة اللي راحت، بس كان حلمي الفترة اللي فاتت إن أنا أضغط على نفسي عشان أروح المنتخب الأولمبي. لا انا عايزك تفضل تحارب على حلمك لتوصل له ان شاء الله المنتخب مصر الاولمبي باذن الله. بإذن الله يا كابتن، هو أنت عارف بس هي يعني بتبقى فترة إن أنت بتعمل فيها كل حاجة ومستني مثلا إن يكون حد مقدر تعبك، والناس فعلا اتكلمت معايا وطلبوا مني الأوراق وكل حاجة، بس قال لي في الآخر نصيبك كده. عامل ارقام هايله ما شاء الله في الدوري التشيكي السنه دي، بتسجل 5 اهداف، بتصنع، بتسجل في الكاس، وماشي ما شاء الله مكنه التهديف زي ما بيقولوا شغاله وبدات تطلع قماش. الحمد لله الحمد لله يا كابتن، كل توفيق وفضل من ربنا الحمد لله. هو دفع ليا ان انا عاوز اعمل ارقام كويسه، ان انا منتخب يقدر يتفرج عليا او النادي الاهلي. ده حلمي بالنسبه لي، ان انا امثل النادي الاهلي، ان انا امثل منتخب بلدي. فده دفع ليا ان انا اصل المهاجم ارقام، لازم أن أكون عامل أرقام كويسة عشان أقدر إن أنا مثلا ألعب في النادي الأهلي أو ألعب منتخب مصر. ده وافق عليا إن أنا أبقى كويس يعني الحمد لله. شكلك ناوي تاخد هداف الدوري السنة دي او والله يا هداف كابتن الفرقة. آه ده هدف أنا حاطه بالنسبة لي، إن أنا كويس أكون هداف الفرقة وبعد كده بهداف الدوري، تبقى خطوة خطوة. عامل شغل هايل مع فيلا مهاجم التشيك، عاملين ثنائي جامد. هو لعيب كويس جدا، لعيب كويس، مهاجم زي بنلعب، هو المدرب عندنا بنلعب اتنين سترايكر، فانا وهو متفاهمين يعني. فكل ماتش الحمد لله واحد فينا بيسجل، وفي امل، في امل ان احنا مثلا نصعد دوري اوروبي، في امل في امل، ان شاء الله وده بالنسبه لي ان شاء الله اول مره تحصل، اول مره تحصل في تاريخ النادي ان شاء الله تحقق الهدف ده باذن الله يا محمد. باذن الله. كابتن اسامه، ابرز الصعوبات اللي مريت بيها في بدايه التجربه، طلعت السنه اللي فاتت او اللي قبلها وكان معاك بعض اللاعبين من النادي الاهلي، محمد ياسر فضل متمسك بحلمه وحارب علشان يوصل للحته دي، ابرز الصعوبات اللي قابلتك في بدايه المشوار كانت ايه؟ هو انا اول لما جيت هنا حصل لي اصابه جامده، اصابه قعدت فيها يجي 6 شهور، فدي اصعب حاجه عدت عليا. بس انا قلت الناس كلهم نزلوا مصر، انا قلت لا انا هنزل مصر من غير ما اعمل اي حاجه، فده كان صعوبه بالنسبه لي، وكان دافع ليا ان انا مش عاوز انزل مصر من غير ما اكون عامل حاجه زي اللي جم واللي رجعوا. كان دافع ليا ان انا اقاتل على قلت لي، وطبعا زي ما انت عارف اللغه دي كانت صعوبات برضه، بس الحمد لله دلوقتي بيت منهم. المدير الفني لنادي تبليستا التشيكي عنده ثقة كبيرة في محمد ياسر، وهو اللي طلب ان يتم تجديد الإعارة، والنادي الأهلي وافق علشان اكتساب خبرات أكبر، بتلعب في دوري كبير وإن شاء الله يكون ليك فرصة كبيرة وترجع بيتك مرة تانية النادي الأهلي. والله المدير الفني اللي موجود هنا هو اول حد وثق فيا، اول حد وثق فيا، طلعنا من الرضيف لعبنا في الفريق الاول من اول ماتش، من في التشكيله الاساسيه، وبرضه هو اللي طلب تجديد الاعاره مع الاداره. وانا حابب من هنا اشكر اداره النادي الاهلي
وكابتن محمود الخطيب وكابتن خالد بيبو وامير كابتن امير توفيق، لانهم هم فعلا ساعدوني، وكابتن فراس علي ده اكتر واحد واقف جنبي الصراحه، لانهم ساعدوني فعلا ان انا اعدد العرق. وكابتن خالد بيبو بالمناسبه يا كابتن، كنا في كلام ان احنا نرجع الفتره اللي فاتت، كويس. بس اتفقنا مع الاداره ان ننسب خطوه ان انا اجدد كمان سنه. تمام. في تواصل دايما مستمر من النادي الاهلي ليك يا محمد، ودايما في اتصالات ودايما في متابعه ليك. ده حقيقة، ده حقيقة. أقول لهم حضرتك طبعا، وكابتن خالد بيبو دايما بيكلمني، بيتواصل دايما بيني. تمام. متابع النادي الاهلي الفتره دي؟ متابع المباريات؟ طبعا طبعا شايف مباراة الأهلي والزمالك اللي جاية ازاي في نهائي كأس مصر؟ أكيد طبعا، مباراة الديربي بتبقى صعبة، بس أتمنى إن شاء الله، إن شاء الله الفوز للنادي الأهلي. أتمنى إن شاء الله، واحنا بنتمنى لك إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله دايما هنناشد من هنا ونتكلم واحنا مؤمنين بمحمد ياسر، إن واحد من أبناء برنامج الأشبال، وسلطنا الضوء عليك وانت لسه في قطاع الناشئين، ومؤمنين بالموهبه اللي عندك، وهنفضل وراك وفي ظهرك لما ترجع بيتك النادي الاهلي مره تانية وتكون موجود في منتخب مصر ان شاء الله يا محمد. بإذن الله يا كابتن. وعاوز آخر حاجة بس أشكر حضرتك، لأن وقفتك جنبي ديت فعلا بالدنيا كلها. ما انت دايما مشرفنا باهدافك الحلوه دي ورافع راسنا. الله يخليك. وصل رسالة بس لوالدي ووالدتي، تعبوا معايا جدا الفترة اللي فاتت، وإخواتي. اكيد هم سامعيننا على الهوا دلوقتي، تقول لهم ايه بقى؟ عاوز أقول لهم إنهم كل حاجة بالنسبة لي، وكل حاجة في الدنيا ديت هما، من غيرهم انا ولا حاجه، من غيرهم انا ولا حاجه. انا مش عارف اتكلم والله، لان في كلام جوايا كتير بالنسبه ليهم، بس هم عارفين ان انا بحبهم، وربنا يخليهم ليا ان شاء الله، اشوفهم قريب. دايما نجاحك بره، تسجيلك الأهداف دايما ماشي في طريقك، دي أكبر فرحة ليهم يا محمد. اكيد طبعا، كله بدعاء. هنشكرك شكرا جزيلا، والمداخلة الجاية إن شاء الله هتكون معانا وأنت موجود بقى في منتخب مصر بإذن الله. يا رب يا كابتن، يا رب، ده حلمي بالنسبة لي إن شاء الله. محمد ياسر إن شاء لاعب الأهلي المعار لفريق تبليستا تشيكي، بنشكرك شكرا جزيلا.